افتتح الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والأثار معرض طرق التجارة في الجزيرة العربية روائع أثر المملكة العربية السعودية عبر العصور، الذي يستضيفه متحف الفن الآسيوي في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر المعرض فرصة هامة لإطلاع العالم على ما تزخر به المملكة والجزيرة العربية من إرث حضاري وثقافي على مر العصور. إقامة معرض روائع آثار المملكة بعدد من الدول الأوروبية وأمريكا والعالم فرصة هامة وحيوية لإطلاع العالم على الآثار الوطنية بالمملكة العربية السعودية كما تزخر به المملكة من إرث حضاري. لكن المعرض هذا شهد أكثر من 500 ألف زائر فقط زوار، وأكثر من 2 مليون متابع عن طريق وسائل التواصل. المعرض بدأ ما في شك يعني برؤية من سيدي خالد محمد الشريف عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله. ما كان يكون هذا المعرض، والحقيقة الأهم المعرض هو المستكشفات الأثرية والفرق اللي تعمل ليل نهار، والبرامج الممتدة الآن تحت مظلة مشروع الملك عبد الله للتراث الحضاري، أن تكون لولا أنه هذا الرجل العظيم الذي رأى أنه المملكة العربية السعودية بلا شك تتكون من مكونات أساسية كدولة وكوطن وكمواطنين تحت مظلة ما في شك الإسلام. تحوي المملكة تراثا وآثارا تؤرخ لثقافات قديمة وعظيمة ومتعاقبة على مر العصور، إلا أن هذه الثروات الأثرية الضخمة وما تمثل من حضارات قد تكون غير معروفة بشكل كبير في عدد من دول العالم. هي فرصة جيدة لتعريف العامة بالحضارة العربية والسعودية خاصة. جميع الزوار الذين يزورون المتحف يرون هذه الآثار الرائعة ويتعرفون على الحضارة العربية. هذا المتحف تم اكتشافه عام 1966، وسان فرانسيسكو هي مدينة ثقافية وحضارية. في الواقع طرق الجزيرة العربية أو روائع أثار المملكة مشروع بدأ من 4 سنوات سابقة مع متحف اللوفر، وأخذنا أكثر قريب من 2 سنين في الإعداد لهذا، الإعداد العلمي لهذا المشروع وزيارة المواقع وتحديد القطع ووضع السيناريو والقصة لعرض تاريخ الحضاري للمملكة للعالم، وبحيث يكون متكامل يروي القصة من عصور ما قبل التاريخ إلى فترة توحيد المملكة في عهد الملك عبد العزيز. يقوم المعرض بعرض عدد كبير من القطع الأثرية المتنوعة ذات القيمة الاستثنائية، ويضم المعرض 320 قطعة أثرية، كما يضم أيضا قطعة من التي عثر عليها من التنقيبات الأثرية الحديثة التي تمتد من العصر الحجري القديم. رسالة المعرض تؤكد أن المملكة ليست طارئة على التاريخ، بل هي بلد متنوع الحضارات وما تتميز به المملكة من بعد حضاري. إسماعيل مليص لمساء الوطن، سان فرانسيسكو.